يا غفار
صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم إحسان وعن الأئمة المجتهدين الماضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين ومشايخنا بطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضرحتهم المباركة وأعاد الله تعالى علينا من بركات وفيضات دائما والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد اللهم تقبل منا ومنكم صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد 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 وعلى آل تمام صحابہ کرام کا تعلق ان کا بتاتے ہیں نالے جیسے حالات اور ان کے حالات کو ان کا بیان کرتے ہیں تمام اولیاء کرام تمام مقدسین کرام تمام مقدسین کرام تمام مقدسین کرام مومنین مومنات صالحین صالحات تمام کے روح کو تسلیم اور فرمایا آمین اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم نذر قلوبنا بنور معرفتك وعشق حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم وحب اوليائك وحب ما يقربنا اليك وحب ما ينفعنا اللهم متعنا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا اللهم متعنا بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في مماتنا اللهم باسم جلالك وباسمة أوليائك وبدم شهدائك ومن مناجاتك ومن ودعاء صلحائك نسألك زيادة في العلم وإخلاصا في العمل وصحة في الجسم وطولا في العمر وبركة في الرزق وثباتا على الإيمان وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النيران ودخولا في الجنة والنجم والرؤية إلى وجهك الكريم بحرمة نبيك الرؤوف الرحيم وصلى الله على حبيبك سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة. Oh.
Thank you.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله. I was picking up sounds. Must be a mic on. Tashir!